حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن الله ملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم. من أرضية ميدان الرقيعات برنس الميادين نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الصباح الجمعة بتاريخ 12/11/2021، حيث يلتقي أبناء القبائل في ميدان الرقيعات في هذه المنافسة المشرفة، موروث الآباء والأجداد، وفي ظل دعم شيوخنا الكرام أطال الله في أعمارهم. هنا ننطلق مباشرة في شوط الصباح الأول لفئة اللقاء الأبكار المحليات، ومسافة 5 كيلومتر هي مسافة الاختبار. وهنا نرحب بالضيوف الكرام وأهل الدار لننطلق مع هذه الشعارات، لننطلق مع هذه الأسامي العملاقة التي تشارك بكل قوة وبكل إبداع وبكل شموخ. فخلونا مباشرة ناتي إلى رأس حربة الشوط لنفتتح الإذاعة الشاهنية حمد بن سالم بن علي الدرعية. أما المركز الثاني مع فند سالم بن مطر بن محمد بن الخوي الدرعية. أما المركز الثالث غاية سالم بن علي بن سالم الدرعية. لننتقل للمركز الرابع نتابع فيها تواجد شواهين سالم بن مطر بن فارس الدرعية. ننتقل للمركز الخامس، وينك يا الخامس؟ عندنا هنا التواجد من قبل غازي محمد بن ناصر بن عبيد الدرعية. المركز السادس تتواجد فيه ندى محمد بن حميد بن عبيد الدرعية. سابع المراكز تاتينا مياس أحمد بن حامد بن حنبل حبروت. أما المركز الثامن فتتواجد فيه شواهين محمد بن حميد بن سعيد الدرعية. المركز التاسع مع نجود سهيل بن حمد بن سالم. المركز العاشر مع الطاغية خليفة بن سالم بالحمدي الدرعية. نكتفي بالعشر المراكز الأولية في هذا النداء الصباحي. نحيي هذا الجمهور الغفير من محبين وعشاق ومشاركين في عالم سباق الهجن، في عالم التحدي، في عالم الإثارة. نسير وياكم مع الشاهنية حمد بن سالم بن علي الدرعية. متابعينا الكرام، لا زلنا ما شاء الله مع هذا العرض ومع هذا الأداء الطيب في هذه القيادة مع الشاهنية حمد بن سالم بن علي الدرعية. سلام على الحضور الطيب ما شاء الله منذ الوهلة الأولى وهي تسيطر على مسار الشوط. لننتقل للمركز الثاني نشوف الأوضاع يا متابعينا الكرام. عندنا هنا شواهين سالم بن مطر بن فارس الدرعية. أما المركز الثالث فتتواجد وصلنا الشعارات، بدأ الهجوم هنا في المركز الثالث، دخول من شواهين محمد بن حميد
بن سعيد الدرعية المركز الرابع. هناك أيضا تتواجد ندى محمد بن عبيد بن حميد المركز الخامس شعار بالحمدية. والمركز السادس هناك راعي غاية سالم بن علي بن سالم الدرعية. يا سلام بن سويلمة. نعود إلى المقدمة. الحضور الطيب على الراحات هناك وهي تسير بعطاء وبإبداع وبتألق ما شاء الله طيب. سلام يا راعي الشاهنية أحمد بن سالم بن علي الدرعية. الله الله حضور مميز حضور قوية. يا سلام أشكرك يا أبو سالم هناك على هذا التواجد المميز. أما المركز الثاني نقلتنا نشوف الأوضاع فنجد معاكم ندى محمد بن حميد بن عبيدة الدرعية. أما المركز الثالث فهي الطاغية خليفة بن سالم بالحمدية. المركز الرابع نتابع فيها تتواجد جواهين سالم مطر بن فارس. المركز الخامس أول نداء لحفل محمد بن حمد بن ساعد الدرعية. المركز السادس ناخذ لنا لفها على نجود سهيل بن حمد بن سالم الدرعية. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام يا سلام يا سلام على الحضور المميز من قبل الشاهنية أحمد بن سالم بن علي. الكيلومتر الأخير كيلو الامتحان كيلو التألق تسير بأداء جدا قوي بدون أي توامر. الله الله يا الحضور ما شاء الله الجمهور بدأ يتفاعل الجمهور. نسير مع المركز الثاني مع الطاغية خليفة بن سالم الحمدي الدرعية. المركز الثالث ندى محمد بن حميد بن عبيد الدرعية. ناتي إلى المقدمة ناتي إلى الحضور عصاها مغروزة في الأبطان. يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن منذ الانطلاق وهي تسير بخطوات ثابتة بقيادة جدا قوية في الشوط الرئيسي. المركز الثاني هناك بالحمدي. المركز الثالث هناك محمد بن حميد بن عبيد الدرعية. خلونا مع الحضور خلونا مع الأداء مع هناك الأداء المميزة من الشاهنية أحمد بن سالم بن علي الدرعي. يا سلام بدأ تشغيل المحركات بدأت الشاهنية الشاهنية بالحضور. سلام يا أحمد بن سالم بن علي سلام يا داهية المضمرين سلطان بن سالم في المتابعة حمدان وسلطان هناك المتابع لهذا الشعار والمشجع. سلام سلام والناموس الراعي الشاهنية أحمد بن سالم بن علي الدرعي وحي المضمر المتميز الداهية هناك سلطان بن سالم والناموس يا حمدان. ما شاء الله بسلطان المركز الثاني. عندنا الطاغي خليفة بن سالم الحمدي المركز الثالث نجود سهيل بن حمد بن سالم. التوقيت 7:49 55 جزء من الثانية. توقيت جدا مميز 7:49 55 جزء من الثانية. الناموس الراعي الشاهنية أحمد بن سالم بن علي الدرعية. وأنهني هناك داهية المضمرين على المتابعة على والناموس. أما المركز الرابع فكانت فيها ندى محمد بن حميد بن عبيد. المركز الخامس كانت فيها جواهين محمد بن حميد بن سعيد. المركز السادس تسعة اللي هي حفلة محمد بن حميد بن ساعد الدرعية.